عايز اطلع لك شويه صور كده نتكلم طيب. على شويه ناس انت بتحبهم طيب. يعني وناس عظيمه ماشي. جدا، ونبدا بصورنا النهارده. ونبدا باول صوره طلعوا لنا، اول صوره للاسطوره الجنرال كابتن محمود الجوهري. كابتن الجوهري الله يرحمه طبعا من المدربين اللي انا بحبهم جدا، وهم اللي عملوا عبد صبري، هم اللي عملوا عبد صبري مع منتخب مصر. كابتن جوهري كان ساعتها في الفتره اللي هو ماسك منتخب مصر انا كنت مع نادي المقاولين العرب، كان ساعتها كان اول احتراف، انا خلاص راح اطلع احترف بره في اوروبا وسبت نادي المقاولين. ساعتها في الفتره اللي انا ساعتها كنت لعيب هاوي، كان كابتن جوهري ماسك منتخب مصر وانا موجود معاه. قلت له يا كابتن لو انا رحت سافرت بره نادي المقاولين ممكن ايه اتوقف فيها وبتاع الحاجات، قال لا سافر مفيش مشكله، كنت من حقي ان انا اسافر بره في اوروبا. وحتى كمان ساعتها قال لي عدى عليا في البيت انا محضرك شنطه كده تاخدها معاك، الشنطه عباره عن شمسيه، كنت رايح النمسا بقى، الله. شمسيه والجزمه بتاعته والبلطو بتاعه والكوفيه والحاجات دي كلها بجد. والله لسه موجوده معايا لغايه دلوقتي الشنطه بتاعت. والله دي اثار دي دلوقتي. والله حاجه يعني الله العظيم، يعني قال لي عدى عليا قبل ما تسافر وانا طالع على المطار. الله العظيم الحاجه دي لسه موجوده معايا. حتى كمان قلت له يا كابتن يعني من ايه من الدعابه كده، قلت له يا كابتن الحاجات دي هتيجي عليا ازاي؟ يعني مثلا الشوز تحت رجليه قد كده صغيره كده واللبس بتاعه صغير جدا. قال لي انت مسافر فين؟ قلت له مسافر النمسا يا كابتن. قال لي النمسا دي عباره عن ايه؟ قال لي تلج. قال لي انت هناك هتكش. انت نفسك انت دخلت فيها يعني جمال. لا دمه خفيف جدا طبعا الله يرحمه، وانا بحبه جدا يعني. ولا مدرب عظيم وليه فكر. بص انت لو تلاحظ لما لعب واحد تحت اثنين ناس هجميه، ايه ده؟ ايه الطريقه الدفاعيه؟ كنا بيلعب بكابتن حسام حسن وانا وحازم تحت كابتن حسام، ناس قال لك ازاي الطريقه دي؟ اتنين مهاجمين كان انا فاكر الجمله الشهيره، العب اتنين مهاجمين. طول عمرنا بنلعب بفراوده، كان كابتن حسام وكابتن احمد الكاس طبعا، في او كابتن احمد كابتن حسام كابتن ايمن منصور، يعني صح. في اتنين صح لازم اتنين دي راح غير الطريقه وغير الطريقه عشان انا وحازم بالذات، يعني قال لنا انتوا الاثنين هتلعبوا انتوا ايه تحت ايه. بصراحه انا برضو لو مدرب ومعايا عبد الستار صبري وحازم امام هغير اي طريقه. قال لي انا غير، قعد معانا قال لي انا هغير الطريقه عشانكم انتوا الاثنين. وساعتها بقى يعني لما لعبنا بالطريقه دي نجحنا بشكل قوي جدا. صح. انت تبص دلوقتي العالم كله بيلعب ايه؟ بيها 4-2-3 يعني بص فكره ايه؟ صح. سابق عصره. صح. يعني لا حاجه جامده جدا. دايما الجمله دي بسمعها عن الكابتن محمود الجوهري. سابق عصره. سابق عصره. دايما اسمعها. لا حاجه جميله. هو فعلا كان سابق عصره. لا كان عظيم جدا.